عليكم. الوصفه ديالنا اليوم فطائر بريوش كيجي واعر بزاف، كيوجد دغيا، ما كيحتاجش شي مقادير بزاف. كلشي عندكم في الدار. نحتاج كاس د الحليب كل شويه دافي، غنحتاج واحد القبيصه ديال الملح، غنحتاج خميره، غير قد الخميره نعملها في هذا الحليب. تبعل نعمل هاد جوج معالق سنيده نبين لكم. شويه د الملح، غنحتاج واحد البيضة، غنعملو هاد بياض البيض، وهذا غادي نخليوه للدان. غنحتاج هاد ربع كاس د الزيت، دقة د سنيدة، نخليهم شويه هكا يتفاعلو، شو الكوتي كيجيو للفطور واعرين ساهلين الغدا، مكحتاجوش الوقت. نحتاج واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوى، غير شويه، واحد شويه عندي هنايا. غندوزو دابا للطحين، غادا نخليو الدهن، باش نشوف واحد السباتولا. كندخل هكا الطحين شويه بشويه حتى نبقى هاد العجين. خصني العجين ديالي يكون ما ماشي خفيف، ماشي قاصح هو هذاك. بقى نزيد الطحين غير بشويه،
مازال خليط الطحين صافي. دابا الطحين راه صافي، ندخل غير هذا نستعين بيديا صافي. بعد ما جمعناه دابا نجيب شويه ديال الزيت ولا الزبده صافي، ونجمعو ونخليه يخمر. هانتي دير شويه ديال الزيت دابا صافي، نجمع العجين ديالي بحال هذا الشكل. البريوش كيجي واعر غادي نخلي واحد 5 دقائق يخمر بحال هذا الشكل، وغنتلاقاو ان شاء الله نقطعوه. البريوش ديالنا بعد ما خمر غنغسل الخميره مزيان، ندير واحد شويه الطحين باش نطلق. هذا الشكل نقدو مزيان. مش رقيق ما يكونش غليظ. بسم الله. دابا غادي نجيب هاد السركيل
غادي نبقى نقطع. بسم الله. حيت هاد العجين نحملو بحال هكا، خليه حتى هو يرتاح، ولي نقطعو. نحاول نحطو متيسعين بعضياتهم. هذا العجين شديناه، نديهم قاعدة نطلقو هكا مزيان. من هكا الكاس ديالي هكا في الطحين باش ما يلصقليش، باش نخلي هاد بحال هكا كيو عليه بحال هكا مزيان، فورسي وهكا عليه مزيان. Thank you.
دابا غادي ندهنو بالبيض مع الجناب ديالو، وهاد البلايص غنعمرهم اما بالشوكولاط اما الكوفيتير اما شي كريمل، باش ما بغيتو تعمروهم كنعمروهم، كيجي واحد البريوش واعر اقتصادي في الوقت. نتمنى اللي ملحق معانا حتى لهاد الفيديو يعملنا اللايكات والمشاركه. جزاكم بخير، قناتكم مرحبا بكم، نتمنى نكونوا في حسن الظن ديالكم. دابا صافي غنخليهم شويه يزيدو دير فيهم الخميره، وغنعمل الفران دابا يسخن على 170 درجه حتى يسخن مزيان، وغادي ندخلهم ويخرجوا نتلاقاو ان شاء الله. هالبريش ديالنا بعد ما طاب دابا غادي نعمر له هاد الحفيرات اللي درنا له بالكوفيتير، غنهز بحال هكذا صافي. دابا دابا اخر الفيديو كيجي بهذا الشكل غزال وسهل، المهم وهذا الشيء كله يزينو باش ما بغى تزين كيبقى اختياري. السلام عليكم، لفيديو اخر ان شاء الله، نتمنى الفيديو يعجبكم.